السلام عليكم، نورتوا شباب. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العدد ايش قد؟ ما ادري ايش قد العدد. باعلوت باوع اللوت وتونس. باوع لوت باوع 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 ما شاء الله. سسي لوت شاهد واستمتع. باوع اجي 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 باوع تونس باوع كاميرا. وين اللوت؟ كاميرا شبيك؟ اوكي. وين اللوت؟ وين 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 وين؟ باوع فر لو مو فر؟ بابا نزل. فر لو مو فر؟ فر لو مو فر؟ زين صعدنا وقت مناسب، الشمس شوية نازلة. الساعة صار الساعة بالستة ونص. بس شوية عندنا شغل هنا بالبرج، عندنا هاي الفلية بس وقت. اوكي راح اقول لأ سلم لي. كافي كافي نوم واكل. برج انفتح العفو. شوي نطير بيه هنا ونسحب البيضات. اوفا اوفا اوفا. اول ما طيار حسيت اللي طلعان. هسه راح نفتح هاي الايراني جنحة. نزل. اليوم شنو نشيل البيضات شباب؟ تاي بيضة من جديد بس طلعنا كلهم. اي طلعنا. نسحب البيضات. هاي نجيب هذا بعد، نحتاج هذا لاني اربعة. خلي بيضة من جديد شباب، لان من بيضة جنحن نسل. اصلا جنحن كان ما طالع، فهسه جنحن نسل. راح اسحب البيض بعد 7 ايام 5 ايام يرجعني بيضن كلهن سوى مستوى واحد. ريس واحد طلع هذني كلهن. اني من بيضن كلهن خبطتهن هيج اول يوم. يعني ما يصير بينا فروخ خطية. اوكي ذلك قد صار 2 4 6 ستة 3 ازواج. هاي 4 ازواج. هاي 4 ازواج. هاي 4 ازواج. هاي 5 ازواج. هذا اوفن بيض جديد، هذا باكر نكسر. اوكي يعني نطير بيض جديد. 4 ازواج. 5 ازواج. 5 ازواج. 6 7 ازواج من بيضات. ها شنو؟ اي 7 ازواج من بيضات. فمن اكسر ذني هذا اللي كمين راح يبيضن، فنطلع وجبة حلوة ان شاء الله. ذني عفوا ذني جدت. اوكي لو نسحبهن ما ادري. لا عفوا فد يوم اليوم نسحبهن. تمام هاي الكمية طلعت من الطيور. اوكي هاي البيض، هاي الكمية. هواي طيور. 7 ازواج من بيضات حاليا. تمام جريت البيض على مودي بيضين مرة واحدة والطيور يرتاحن لان الجو حار. وش حسي؟ خليهن هنا.
شوف ايش عندنا هنا، ايش عندنا، ايش عندنا تغييرات. نفتح هاي الايراني شلون شريت. اي وقفتك وقفتك يا عيني. هسه راح نفتح التول هذاك الاخضر. اوكي لان راحت الشمس بعد. ويفر همين كبران ودربته ما شاء الله، تعلم على التدريبات كلهن. ان شاء الله الفيديو الجاي اطلع لكم. هذا الايراني زين. تمام هذا الايراني الزين. بس اريده يصعد، صعد له في المكان هذا. جيبه اوفه هنا. اوكي هذا هو الطير. اوفه هناك، اوفه هو يتعلم يدشر شويه ويخرج روحه. لان شنو غربة زواج، شنو سالفتهن؟ هو بس ادري شنو سالفتهن الزواج اللي هنا مليانة ملي. اوف افتح هذه مؤخر الشقف نجيبه هنا. اوكي شقف نجيبه هنا. اوف شقف هنا. بسم الله ما شاء الله. ايش عندنا هنا؟ نفسين هنا، ماكو تغييرات، نفس الطيور. تغييرات اليوم سحبنا الديار، فتحتن الايراني. اوكي شوي نوثق لكم الطيور. تمام طيرنا الطيور وهاي شدنا هنا. شدنا 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 كش ايرانيات، كش ايرانيات اليفات او شنو؟ لا مو اليفات. اوكي ارجع ابغى جواب ابيض. هاي ما رجعت؟ لا ما رجعت لاني كل النايمات عبالها جواب ابيض، فباكر بعد ما ينام ويقوم يعرفن البيض انسحب من جواه. اوكي هذا ايراني سودي، ادري سالفت شنو. ليش ما جاي طير عندنا؟ هو الطير ما مخرج يعني المخلف. اوف ما ادري شنو سالفته. تمام ما جاي يخرج روح. ما جاي يصعد، شو اسوي؟ عيني. نختم الفيديو مال اليوم، وثقنا لكم كل شيء واي شيء جديد. غربة ما محتوانا صيد، غربة ماكو لين طيور جناحها نسل. ان شاء الله بس تكمل ويبدي الصيد كل يوم. انا اقول لك هسه جناحين، بعد ان شاء الله 15 يوم يكملن كامل. وصبروا لنا 15 يوم ايش عندكم؟ تمام؟ للصيد، ونسكم الصيد بعد. وان شاء الله عجبكم الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة والمشاركة الفيديو. شكرا للمشاهدة، تحياتي لكم.